عليكم، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم فيغي بالكنافه، تيجيو هائلين لا في الشكل ولا في المذاق، بكريمه اكثر من رائعه تحت الطلب تاع واحد الصديقه تاعي. تنتمنى تكون تشوف لا فيديو، وإلا كنتو اول مره تشوفوا لي فيديو ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونمروا دابا للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا في المقادير كاس تاع دقيق تاع الفرز، معلقه كبيره تاع النشا، معلقه كبيره تاع الزيت، شويه الملحه، وكاس الماء. غنشوف شحال خدا ليا الدقيق على حساب الا كانت تشرب، وغنقول لكم شحال بالضبط. وهنايا درت ثقيبات بنفتح قرعه، نحتاجو قرعه تاع ثقيبات بشي ابره. غادي نمرو دابا لطريقه التحضير. غادي نجيبو الخلاط وغنديرو هذاك كاس تاع دقيق الفرز، نزيدو عليه النشا، غادي نزيدو عليه الزيت، نزيدو عليه الملح، صافي. غادي نزيدو هداك كاس الماء، صافي. وغادي نخلط ونشوف واش جاني الخليط هو هذاك. بعد ما خلطت الخليط تيجي على هاد الطريقه هكا. خدا ليا صافي راه داك الكاس تاع الماء. دابا غادي نكبو في القرعه وغادي ندوزو نطيبو. غادي نديرو المقله تاع البغرير السخون، صافي. وغادي نبداو نكبو في الخليط تاعنا على هاد الشكل هذا. تيجيو خيوط رقاق، صافي. نخليوها طيب، صافي. هيا من تطيب راه تتبدا تتقلى. نقلبوها على هاد الشكل هذا باش ما تجيناش رطبه، صافي. واحد الدقيقه تنزولها، راه تتزول بسهوله. غنديروها في الزيف ونغطيوها. نزول هادشي، نعاود نوريكم الطريقة مرة أخرى. تناخدو القراعة تاعتنا، صافي. تنبداو نديرو خطوط على هاد الشكل هدا، صافي. ونخليوهم يتصبو دغيا تطيب، ما تاخدش وقت بزاف. صافي غادي نقلعها نديرها بسرعة، صافي. وتنحيدوها. ها هو الشكل تاع الكنافة تاعنا بعد ما طابت. تتجي هكا على خيوط رقيقة تتجي، صافي. غادي نشدها أنا، غادي نقطعها على هاد الشكل هدا، نقطعها صغيرة ونديرها وندهنها بالزيت ونحمرها في المقله. اللي بغى يدخلها للفران يدخلها، ماشي مشكل. انا غادي نطيبها في المقله. ها هي قطعتها رقيقه على حساب لي فيغين اللي عندي باش تجي فستان زوينه، صافي. غادي ندير الزيت، ندير لها شويه الزيت، ندخلها فيها، صافي. ونردوها تحمر. الا درتوها في الفران اولا في المقليه ضايا تتحمر، تتبي المقبله توقف وحدها، صافي. بعد ما دخلت شعيرات الكنافه بالزيت، دابا غادي نديرها في المقله، صافي. غادي نبقى تنحرك فيها حتى تحمر. ندوزو لمقادير الكريمه. دابا في مقادير الكريمه غنحتاجو نص تاع الحليب، جوج معالق او الا ثلاثه تاع سنيده على حسب الذوق نتاعكم،
جوج معلق نشا ما يكونوش عامرين بزاف، معلقه تاع الحليب غبره، ساشي تاع فلون تاع البنان تاع دران. غادي نخلطوا هاد العناصر كلها وغادي نردوهم فوق البوطه حتى يعقدوا، عاد نزيدوا عليهم جوج معالق الجبن. الا ما عندكمش الجبن هذا تاع جبلي ممكن ديروا جوج فرماجات مربعين وكاس دانون البنان. غادي نرد هادشي فوق البوطه بعد ما تزولوا الخليط من فوق البوطه تجي على هذا الشكل هذا. ما توقفوش من التحرك باش ما تحرقش لينا من تحت، وعتما داق خايب في الكريمه. غادي نزيدو هاد الكاس تاع دانون البنان وغادي نزيدو هادوك جوج معالق تاع الجبن وغادي نحركو هادشي كله مزيان. غادي نجيبو لي فيرين ونديرو فيهم الكنافه تاعتنا اللي وجدنا صافي. غادي نخلطو الخليط ونخليوه يدفى شويه ونبداو نخويو فيهم. بعد ما دفى الخليط تاعنا غادي ناخذوه ونكبوه في لي فيرين تاعنا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نستمرنا حتى نساليهم كاملين. بعد ما خويت الكريم كلها في لي فيرين تاعي غادي نبدا نزين الكنافه من الفوق. غادي نبقى على هذا الشكل هذا حتى نساليهم كلهم ونتلاقاو مع الشكل النهائي تاع لي فيرين. هذا هو الشكل النهائي تاع لي فيرين تاع اليوم بعد ما خرجناهم من الثلاجه. تنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وحدين غبرت لهم الوجه تاعهم بالكاكاو وحدين قدمتهم على هذاك الشكل مزيانين بالكنافه من الفوق. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه تاعتي تنقول لكم مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبالصحه والراحه.